دقة وصبر، ومن قبلهما موهبة ومهارة، صفات يجب أن يتحلى بها صانع الخيامية كما يقول نبيل المتشرب بالصنعة أبا عن جد. وعلى هذه الأقمشة زاهية الألوان المبهجة للناظرين يسطر الرجل صفحات من التراث المصري. كنا الأول بنعمل الشغل الإسلامي بس، اللي هو الحاجات فيها شزارة لوتس بس صغيرة، لكن دلوقتي ابتدينا نعمل اللي هي الحاجات اللي هي الأجانب بيحبوها، زي الحاجات الفرعونية، المعابد، الحاجات اللي هي عين حورس، دلوقتي بيحبوا العصافير، شجرة الحياة اللي هي برضو الفرعونية، بقينا نطور فيها بدل ما تبقى شجرة الحياة الفرعونية بس، بقينا نعمل عصافير عادية تانية خالص. بتطلب حاجات فنية بقى، ان الواحد لازم يبقى صناعي كويس جدا، لازم عنده القدر ان هو يرسم الرسومات الجديدة عشان ما يقفش على نمط معين، يرسم وبعد كده ابتدي يعلم الشغل على القماش نفسه. بنعمل اول حاجة اسمها زي اورنيك، بنرسم الشغل على الورق، بعد ما بنعمل الشغل على الورق بنبتدي نرسمه على القماش نفسه، وبعد كده ببتدي اقطع الايه الأقمشة وبشتغل بيها. رغم جذور صنعة الخيامية الضاربة في تاريخ المصريين وتطورها بمرور العصور، لا سيما المملوكي الذي ازدهرت فيه أكثر، تواجه الآن كسادا يتهددها بالاندثار. نشأت في بدايتها في مصر القديمة، وعندنا شواهد موجودة في آثار الحقبة التي حكم فيها توت عنخ آمون. ازدهر أيضا فن الخيامية في مصر الإسلامية، بالذات في الحروب، حيث كان يصنع المعسكر الذي يقيم فيه الجيش. اليوم أصبحت هذه الحرفة منحصرة واستخدامها بقى محدود، ولا تلقى من الرعاية من الدولة ولا من المجتمع نفسه اللي هو كان المفترض ان هو يشجعها باستهلاك المنتج. متعة التجول ببصرك فيما يصنع نبيل وغيره من حرفي الخيامية من قطع فنية يدوية تعيد لكثيرين الذكريات الرمضانية وأجواء الماضي البعيد حيث انتعش ذلك الفن. فسيفساء يكمل بعضها بعضا من النقوش والزخارف المنتشرة في ورش الخيامية المتزاحمة، ورغم تراجع الأحوال لكنها تقف صامدة في وجه الزمن وظروف الصناعة غير المستقرة. من القاهرة هاشم مناع، اليوم على الحرة.